السلام عليكم اخواتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو ديال اليوم جبت لكم سيجار لذاذ وبساطين ومكونات ديالهم سهلين ودغيا كيوجدوا المذاق ولا اروع، ونتمنى انكم تجربوهم وينال الاعجاب ديالكم. وندوز على بركه الله، كندوزوا للمقادير. كنحتاجوا لهذا السيجار، عندي هنايا 400 غرام ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، عندي هنايا تقريبا زلافة كبيرة ديال الكاشير، عندي شعرية صينية، هنايا عندي جوج بصلات مشحرين شلطتهم وشحرتهم في ديال الملح وشويه ديال الابزار، زيتون مقطع، عندي علبة وحدة ديال الطون، عندي هنايا الهريسة، شويه ديال الملح، شويه ديال الثومة، عندي جوج دروسان ديال الثومة، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميرة، وعندي هنايا الملحة الصينية. نتوما اللي ما كيعرفش الملحة الصينية هي، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال التربيع. دابا غادي ندوز، غادي نمشي نشحر هاد الدجاج. ها هو البنات، الدجاج من بعد ما شحرتو ديك التوابل اللي كانوا قبيله في الطبسيل، يعني الملحه والبزار وشي ديال الملحه الصينيه والثومه والتحميره، ها هو كيجي بحال هكا. دابا غادي ندوزو باش نخلطو كاع المكونات اللي عندي، نخلطهم. نحتاج شي اناء، تنتو على بركه الله، غنديروا الشعريه الصينيه، الشعريه الصينيه البنات انا كندير ليها شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه وشويه ديال الملحه الصينيه باش كتتبنن، يعني يكون فيها واحد لوكو زوين. ندير شكون الزيتون، بصله مشحره، الدجاج، الكاشير، اخر حاجة هو الربيع. غادي نخلطو كاع المكونات كاملين. نقول لكم شي البنات، عطي واحد الريحه طالعه مع الصيام كيشهي هادشي. كنتسناو فوقاش تبدل المغرب. خلطو مزيان حتى كينسجموا كاع جميع العناصر. نسيت الهريسه، انا غادي ندير تقريبا معلقه كبيره. نسيت حطيتها بالجلد ديالي ونسيتها. تخلطوا كاع المكونات، هما البنات من بعد ما خلطتهم غادي نمشي الورقه نجيب طبسي فين استفادوا كليني ولي سيكار. عندي هنايا البنات انا نص كيلو ديال الورقه، خديت الصغيره ما خديتش الكبيره. ثم البنات ديما الوجه اللي تيكون رطب كتواليو لتحت، وداك تيكون حرج هو اللي كديرو للداخل. هاتيكم واحدة أخرى.
المهم البنات انا غادي نكمل الكميه اللي عندي نوريكم ان شاء الله من بعد نقليهم. المهم اللي بغى يقليهم يقليهم، اللي بغى يدخلهم الفران يدخلهم، كل واحد وكيف كيبغيهم. غير انا هاد الورقه هادي ديال الزنقه يعني انا ما كتعجبنيش فاش كندخلها الفران، ما كتعجبنيش، كتولي دايره بحال الكاغيط كتعجبني في القلي، كتولي مقرمشه وكتجي زوينه. المهم على حسب، الا كنت مصيبه في الدار يمكن ليها تدخل الفران، كان ديال الزنقه قليوه من الاحسن، الاحسن القلي. المهم البنات انا غادي نكمل الكيمياء اللي عندي ونرجع لكم. ها هما البنات من بعد ما قليتهم راهم باقيين سخانين ومقرمدين كما قلت لكم، الورقه ديال الزنقه كتجي مقرمشه وكتجي غزاله غزاله صراحه. نتمنى الوصفه ديال ما تكون عجبتكم بزاف وتجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لي ابوني في القناه ديالي وتضغطوا على جرس باش يوصلكم لي فيديو ديالي، و الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وبالصحه والراحه.